إلى أنكم مشاهدين بعد الفاصل وإلى الإنسانية الفنية، فقد أقدمت الفنانة نوال الزغبي على قص شعرها والتبرع به لمرضى السرطان بلفتة استكملت بها حملة توعية كانت قد أطلقتها في وقت سابق. نوال مشاهدينا التي قد نشرت على تويتر صور بلوكها الجديد معلقة: الشعر لا يجعلك جميلة، إنما قلبك هو الذي يجعلك جميلا. قصة شعر لمحاربة السرطان. من ناحية أخرى مشاهدينا، صورت نوال الزغبي وفي سرية تامة فيديو كليب أغنية جديدة من ألبومها المنتظر بعنوان ولا بحبك تحت إدارة المخرج جاد هبر. إنيزا الوغر تعود إلى الشاشة الكبيرة، وناتالي دورمر تحب أكل لحوم البشر، ومارغريت روبي تحضر لفيلم أكشن جديد. إنيزا الوغر نجمة بريدجيت جونز دايري محور الجدل في هوليوود هذا الأسبوع بسبب مظهرها الجديد، لكن ما تم تجاهله هو فيلمها الجديد. ستلعب ريني دور البطولة مع كيانو ريفز في The Whole Truth، والذي من المفترض أن يبدأ عرضه بداية العام المقبل. انتهى مؤخرا تصوير الفيلم، لذا نتوقع سماع المزيد من الأخبار عن ريني قريبا. في هذه الأثناء ناتالي دورمر نجمة هانجر جيمز وGame of Thrones وقعت عقدا للعمل في فيلمين جديدين، فيلم أكلة لحوم البشر Patient Zero، وستحصل على أول دور بطولة لها في فيلم المغامرة The Forest. ستلعب دور امرأة أمريكية تبحث عن شقيقتها المفقودة في اليابان حيث تواجه أشباحا غامضة. وأخيرا طلب من مارجو روبي نجمة وولف أوف وول ستريت لعب دور البطولة في فيلم حركة مقتبس عن الكتب المصورة اليابانية الكلاسيكية Ghost in the Shell. رشحت سكارليت جوهانسون لهذا الدور أيضا، لذا علينا الانتظار لمعرفة من منهما سيقع عليها اختيار المخرج روبرت ساندرز، والذي أخرج فيلم Snow White and the Huntsman. لا مشاهدينا، خلونا ننتقل إلى الممثلة السورية شكران مرتجى لتحدثنا عن دورها في فيلم فيتامين. مين قال إنه نحن ملائكة؟ كلنا بنغلط مثل كل البشر. بعدين كلنا حالتنا شحار وتعتير. لو صار معك مليون أنا ما بعيش برات الضيعة. ولأنتين رح تعرفي قيمتي. والعملية هيني. هن اثنين ونحن أربعة. خبرينا أول موفي بلبنان عمل مشترك مع ماجي بوغصن ومجموعة من الممثلين اللبنانيين، خبرينا أكثر عن هالتعاون. يعني هلا بعد ما خلصت التجربة أنا آخر خلصت التصوير، أنا كتير مبسوطة كتير مستمتعة. كان عندي أول شيء خوف، بتعرف يعني إنه الجروب كله ما بعرفه، يعني بعرف بس ماجي وباقي النجوم بعرفهم من خلال أعمالهم، فكنت كتير خايفة. والدور بتقدر تصنفه هذا السهل الممتنع، يعني على قد ما بيبين هو سهل على قد ما هو صعب، كتير كتير صعب، لأنه عندي بس يعني كم قليل 9 مشاهد، فأنت بدك تختزل الشخصية وتعمل لها كل تفاصيلها بهي ال9 مشاهد وتبين شو طبيعتها. هلأ بمساعدة طبعا المخرج الأستاذ إلي وكان شريكي بيير جمجان، كتير كنت سعيدة وكتير كنت مبسوطة وطلعنا بنتيجة كتير إن شاء الله تكون كويسة، ويعني تجربة كتير حلوة عن جد، أنا كتير مبسوطة. شباب بنطب عليهم ضربة كوع بطيخة على الراس يعطيك العافية، بياخذ السيارة من رب المصريين. وحيد وين كنت؟ هاودي تحرية. شكرا، خبرينا أكثر عن دورك، دور يلي ممنوع لهلا ممنوع والله يا صديقي، بس الشخصية هي عبارة عن كاركتر، يعني هلا الباقي كلهم بتقدر تقول شخصيات، بس هدول هي كاركتر، يعني هي حدا أوفر بالشكل باللبس بالتصرفات بالسلوك، يعني ما لها شخصية طبيعية، يعني هي صحيح من لحم ودم بس هي ما لها طبيعية، في شيء مفاجئ دائما وفي شيء بيعمل لك شوك بردود الأفعال وبالتركيبة كلها. يعني هلا هدول هن الحر انت معي ولا لا؟ بعشق ريحتها، ريحة العطاء والحياة والحب. شو الذكريات اللي حتحمليها معك من هالتجربة؟ الشوب الشديد. أول يوم تصوير كان إلي شوب ما بنساه بعمري. البرد الشديد بآخر يومين. أحلى شغلة استفدت فيها أني أنا درت مناطق كتير بلبنان كنت ما بعرفها بصراحة، يعني رحت على الجنوب أنا ما كنت بعرف الجنوب، رحت على دوما
جيت على برمانة، رحت مناطق كتير، وبالصدفة بتعرف أنا بجي من سوريا، أنا مالي عايشة هون، فكانت الطرقات بتعرف مسكرة، فكمان هي لعبة دور إنه أنا فوت من طرقات بحياتي لا أصل لهون. فرحت على بولونيا وفلوغة وحمانة وكل هي الطرقات. فعن جد أنا بعرف إنه لبنان قطعة سما، بس شفت بعيني شي ما بنساه بحياتي. هدول هن الحر وقف مشاهدينا مع صفحة الأخبار المتفرقة. يشهد شهر أكتوبر من كل عام حملات التوعية ضد مرض سرطان الثدي، وفي هذا الإطار أقيمت إحدى المسيرات لدعم الفكرة، وشهدت مشاركة بعض الفنانين مثل تامر هجرس، بشرة، رانيا يوسف وإيمي. الإيفنت ده بيحصل كل سنة في نفس الميعاد عالميا، يعني ده يوم معروف بيه يعني لدعم أو لتوعية عن سرطان الثدي. فمهم جدا ان احنا ايه نبقى من ضمن الدعم ده، من ضمن الناس اللي بتخش والناس بتشوفها، يعني برضو علشان ايه تساعد في التوعية دي. احنا بنبقى قدوة للناس، الناس بتبص لنا على اساس ان احنا بنبقى لهم قدوة، اللي بيلعب رياضة واللي مهتم بصحته واللي مهتم بشكله. فاحنا بالنسبة لنا احنا بنبقى موديل للناس، ان احنا نقول لهم خدوا بالكم من صحتكم، خدوا بالكم من رياضتكم، بالذات للستات. كمان الستات عليها ستريس كبير جدا، عليها عبء كبير جدا في الحياة. انا واحدة ست عندي مسؤوليات، وطول الوقت مخنوقة بالمسؤوليات وبالناس اللي ممسوكة في رقبتي، فلطيف انه الست تاخد بالها، تدي وقت لنفسها شوية، مش طول الوقت وقتها لغيرها وبتنسى نفسها. وجود الفنان بيساعد انه يعني اول حاجة بيجمع ناس مجموعة اكتر، بيشجعهم، بيبين لهم ان الرياضة برضو الواحد يخلي باله على صحته مهمة قوي بالنسبة للمرض ده، فالاثنين بيكملوا بعض. الفن أسرع في الوصول للناس أكتر من السياسة ومن أي حاجة تانية يعني في المجتمع، لأنه زي ما المعجبين بتوع الفنان بيتابعوه على كل صفحات التواصل الاجتماعي أو بيتواصلوا معاه بأي طريقة، يبقى مهم جدا برضو أن هم يعرفوا معلومة تفيدهم، مش بس في إطار الفن، لا بره ده كمان، لأنه في الآخر الفنان هو إنسان، والإنسان في مجتمع بيتفاعل بظروف المجتمع اللي فيه، ولما بيبقى فيه مرض مهدد لشريحة كبيرة من المجتمع، برضو الفنان بما انه انسان بيدفع الثمن زيه زي اي انسان عادي. فاتصور ان ده بالعكس، ده اللي بيؤكد على انه دور الفنان ما بينحصرش بس في الفن، لا لازم يوصل لما هو اهم وابعد من كده. وطبعا العينات كتير جدا والاوائل في كده كتير. انا شايفه اعلان النجمه العالميه انجلينا جولي على موضوع مرضها ان ده قمه الشجاعه. وعايزه اقول لك بما ان الفنان بيبقى قدوه لبعض الناس وهي قدوه لملايين، هي شيء زي ما بيسموها كده لايف فايرر، واحده محاربه في الحياه وباقيه على الحياه، وده بيدي تشجيع للناس ان لو حد اصيب بهذا المرض يقدر يعديه ويقدر يبقى في شفاء منه. مش دي ده مش اخر المطاف، مش معناه ان انا هموت كمان يومين، لا، العمر ده في ايد ربنا، اصبت بمرض او لم تصيب. عايزه اقول ان انا مبسوطه بجد ان انا جيت، كان بقالي كتير قوي ما بشاركش في اي حاجه للمراه، فده شجعني ان انا اشارك في اي حاجه تفيد المراه، بلس انه فرصه حلوه، متنفس كويس، الجو حلو، عندنا طاقة عايزة تطلع، فتطلع في الرياضة، تطلع في الصبح بدري، تطلع في النشاط، في الحيوية، ده ألطف كتير. سعيدة جدا أني أشارك في حملة مهمة جدا زي حملة التوعية بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر وأهمية الكشف الدوري وكل ما يتعلق يعني الصحة الخاصة بالمرأة. لازم الناس كلها تحس بمرضى الكانسر، مش بس البرست كانسر، كل مرضى الكانسر. أنا والدي توفى بالكانسر، وعندي صحاب كتير اهاليهم برضو كانوا بيعانوا من المرض ده، فعارفة الوجع وعارفة الألم اللي كمان على الناس اللي حوالين المريض أكثر.
اكتر من المريض نفسه. والمريض بيعاني مثلا في الكيموثيرابي دي حاجه قاتله، قاتله مدمره لجسم البني ادم، بتهد جسمه. فالحلو في الايفنتس ان الناس تبتدي تحس بده، وان احنا نحس بالالم عموما، مش لازم نعيش جواه او نتعايش معاه او يحصل لنا لا قدر الله عشان نحس. المساعده حلوه، التوعية حلوة. عايزة أقول إن شهر أكتوبر ده شهر توعية لمرضى سرطان الثدي في كل حتة في العالم. مهم قوي إنه السيدات يبقوا ما يستهونوش بالمرض ده. كل ما قدرنا إن احنا نكتشفه بدري كل ما بيبقى أسهل، كل ما بيبقى علاجه. أكتر حد ممكن يكتشفه هو السيدة نفسها، فلازم اختبار ذاتي كل شهر، بالإضافة أنها تتابع مع دكتور كل سنة، خاصة لو سنهم فوق 30 سنة. فاصل مشاهدينا وراجعين. بكرة بس يحضروا العالم بالصالة رح يعرفوا كميات المي اللي نزلت علينا. رجعناكم مشاهدينا بعد الفاصل، وخلينا نشوف هذا اللقاء اللي طبعا ما زلنا في اجواء فيلم فيتامين في، اللي كان طبعا مشاهدينا اللقاء مع الممثل اللبناني كارلوس عزار. نشوفوا اللقاء سوا. مين قال انه نحن ملايكه؟ بس بعدين مش الحال، عرفتي كيف طلال؟ بشرف انا حبيتك، حسيت هالكيمستري بيناتنا. انا ما بحكي عاده بس انت ارتحت. طلال هلا شيء كارلوس، خبرنا عن دورك. يعني مبدئيا عرفنا الدور شو من المؤتمر الصحفي اللي صار، بس هلا من بعد ما تبلورت القصه قدامك خبرنا اكثر. هلا انا برايفت انفستيجيتور، محقق خاص، يعني استخدم لحل قضيه معينه من قبل اشخاص معينين، قضيه بتتعلق بسرقه يعني. فشغلات بتتطور يعني، نرجع بعدين نعرف شو هي السرقة، شو اللي صار، شو اللي تم، وبتكمل يعني. أكيد بيتخلل هذا شيء رومانس، قصة علاقة عاطفية وهيك شغلات يعني، أدفنتشر قد ما بدك. علاقة عاطفية أنت وماجي؟ إيه بطبيعة الحال. هيك ما ممكن عم نكشف شيء ما هيك؟ لا بطبيعة الحال. خبرنا كيف هالكيمستري بيناتكم، كيف كانت أجواء التصوير، شو الذكريات اللي بتاخذها معك بعد ما تخلص هالتجربه؟ الذكريات هي يعني اليوميات اللي عم نعيشها، ما يعني ما تنسى انه نحن عم نقضي يعني على مدى كل الايام اللي عم نصورها تقريبا 14 ساعه مع بعض يعني. وانا الشغل يعني ان كان علاقه عائليه اذا بدك مع ماجي ولا شغل، مش اول مره بنشتغل سوا يعني، سيلبريتي دواتس، ديو الغرام، وهلا هيدا الفيلم يعني. فالكيمستري موجوده يعني، لو ما كانت موجوده الكيمستري ما كنا عدنا الكره كذا مره. فمنشان هيك ما بعتل هم هذا الموضوع، لانه شغله كثير مهمه انه يكون في كيمستري بينك وبين اللي عم تشتغل معه. هذا الشيء اذا بدك بيترجم حقيقه اذا بدك المشاعر اللي بين الشخصين للجمهور، بصير يقتنع اكثر. صورهم وحيد. انت ابن عمي ولا بزواه؟ ابو عضا عمرك عمي شو اللي هي تقبر؟ عمرك عمي مخيزك. كم مليون مش عارف يبصوا فيهم. شو في شيء بالكواليس صارت؟ يعني عرفنا صرتوا تعملوا دروب ببعض كثير، كان في ضحك كثير، خبرنا اكثر. ليك كان في ضحك كثير وكان في اصابات كمان بمطرح المطارح يعني، اللي وقع، اللي كدش الزفت، اللي يعني في شغلات هيك، في دروب قد ما بدك يعني. شو بدي اذكر لك تذكر لك، لانه مسابق انه الجروب كله ما بيهدى. عرفت كيف يعني؟ عفرت طرق النفس بدمهم كلهم المزح يعني، فبدك تتحمل، بدك تتاقلم مع الجميع. شو المشهد اللي مش رح تنسى بهالتجربه؟ كتار بكره بس يحضروا العالم بالصاله رح يعرفوا كميات المي اللي نزلت علينا انا وماجي، فبيفهموا عن شو عم نحكي. بعشق ريحتها، ريحه العطاء والحياه والحب. شو قلت؟ من جون سوا؟ أعرب سوبر ستار راغب علامة عن تضامنه مع الجيش اللبناني والمصري في خضم الظروف الحرجة التي يمر بها كلا البلدين، معربا عن القوة التكفيرية لن تجد لها بيئة حاضنة، حيث سيحاربها كل الشعب اللبناني
والمصري. ما هو المبلغ الذي ستتقاضاه جينيفر لوبيز إذا قررت الذهاب للعمل في لاس فيغاس؟ بماذا شبه ماثيو ماكونوي الأفلام الرومانسية الكوميدية؟ وما هو مشاهدين المبلغ الذي دفعته جينيفر لورنس مقابل شراء منزل جديد؟ شوف سوا. تخوض جينيفر لوبيز محادثات لتبدأ العمل في لاس فيغاس، ما سيكسبها 26 مليون دولار، على الرغم من أن الأمر ما زال مبكراً، لكن من المفترض أن تغني 3 مرات كل أسبوع طيلة 24 أسبوعاً على مدى عام أو عامين، وستغني في المسرح ذاته الذي غنت فيه بريتني سبيرز، حيث تم تمديد عقدها 2 آخرين مقابل $1 مليون كل أسبوع. في هذه الأثناء اكتسب ماثيو ماكونهي الشهرة من أفلام الكوميديا الرومانسية. من الواضح أنه ما زال يحب هذه الأفلام على الرغم من التغييرات جديدة في حياته المهنية. لخص النجم هذا النمط من الأفلام بشاب يلتقي فتاة وتنشأ علاقة بينهما، فتحدث مشكلة تهرب الفتاة ويلاحقها الشاب، ثم يعود كل منهما إلى الآخر وهذه هي النهاية. لكنه يقول إن الأمور ليست بهذه السهولة في الحياة الواقعية. وأخيرا أنفقت جينيفر لورنس مؤخرا أكثر من 7 ملايين دولار على منزل في لوس أنجلوس يشتمل على صالة رياضية ومطبخ راق، ويتمتع المنزل بغرف النوم الخمس بفناء مرصوف ينتهي ببركة. لكنها لن تتمكن من قضاء الكثير من الوقت في منزلها الجديد، فعملها الأخير بدور كاتنس أفردين في سلسلة The Hunger Games بات وشيكا، ما يعني أنها قريبا ستجوب العالم في جولة صحفية. كانت هذه مشاهدينا هي حلقتنا لليوم، إن شاء الله نلتقيكم غدا في حلقة جديدة من برنامجكم عربود. مني من فريق العمل أحلى تحية ويعطيكم العافية.